رابط نتيجة تنسيق رياضي الأطفال 2020 عبر وزارة التربية والتعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة ترند. ولو الفيديو عجبكم ادعمونا بلايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد ولا بين على التفاصيل. بعد ما قام أولياء أمور الطلاب بالقيام بتسجيل أبنائهم في رياضي الأطفال وانتظار التنسيق، قالت بعدها اللجنة الإلكترونية العاملة بوزارة التربية والتعليم إن هي ما زالت مستمرة في جمع بيانات أولياء الأمور المسجلين على موقع وزارة التربية والتعليم من أجل تسجيل الأطفال في رياضي الأطفال. وذكر أنه بعد إغلاق التطبيق في 10 يوليو الماضي أصدرت وزارة التربية والتعليم إشعارا على الموقع بتفيد بأن نتائج التنسيق سيتم تسليمها إلكترونيا من خلال الرقم القومي. تنسيق رياضي الأطفال زاد معدل البحث في الفترة الأخيرة دي لمعرفة المزيد عن المدارس التي سيتم قبول الأطفال فيها، لأن وزارة التربية والتعليم قالت إن النتائج سيتم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويتم طباعته وإرساله إلى جميع المدارس واللجان التعليمية في جميع محافظات مصر. وفيما يتعلق بمسألة نتائج تنسيق رياضي الأطفال، سبق إن حددت وزارة التربية والتعليم العمر المطلوب لدخول رياضي الأطفال، ويجب أن يكون عمر الطالب من 4 إلى 6 سنوات، حيث تكون الأولوية للطالب الأكبر سنا. كيفية الحصول على نتيجة تنسيق رياضي الأطفال؟ للحصول على نتيجة تنسيق رياضي الأطفال بتستخدم من خلال الرابط اللي أنا هسيبهولكم إن شاء الله تحت الفيديو، اللي من خلال الرابط دوت بتدخلوا على البوابة الإلكترونية. بعد كده الرجاء تسجيل الدخول من خلال رابط هسيبهولكم تحت الفيديو. من خلال رابط رياضي الأطفال التابع لوزارة التربية والتعليم، أدخل رقم الدولة واسم المدينة وإدارة التربية والتعليم، ثم اضغط على كلمة تسجيل. بعد كده انتظر لحظة هيتم عرض النتائج. وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا معنا في القناة حتى يأتيكم منها كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.